جايز كمان فكرة سيادة اللواء فاروق المقرحي التعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة المصرية في التوقيت ده في العمليات العسكرية اللي حصلت النهاردة تحديدا، ويعني موضوع الإجراءات الأمنية، الحدود، أنا بتكلم كمان عن المجال البحري، فكرة التعاون ما بين القوات المسلحة والشرطة لا المصرية. شوفي، اقول لحضرتك حاجه. التعاون بين القوات المسلحه والشرطه من يوم ما تولى الفريق عبد الفتاح السيسي وزاره الدفاع، تمام، وهو عمل جاهدا على ان يحصل توأمه ما بين الشرطه والقوات المسلحه، ويكون بينهم تنسيق كامل في كافه المجالات علشان حساب اليوم اللي جاي، ان ما يحصلش ان يبقى كل واحد شغال في وادي. وتجلى هذا يوم 30/6. يوم 30/6 كانت الشرطه والقوات المسلحه على قلب رجل واحد مع الشعب. الشعب نزل وصار، والشرطه ايدته والقوات المسلحه سندته. دي حقيقه. لما جه الرئيس بعد كده طلب التفويض، كان الشعب نزل وكانت الشرطة بتحميه وبتقدم له الورود والزهور. التنسيق جاري على قدم وساق في سيناء من يوم ما قالوا يا حرب ضد الإرهاب بعد 30/6، لأن هو احنا ما دخلناش الحرب الفعلية مع هؤلاء إلا بعد 30/6، لما كشرت عصابة الشر عن أنيابها وحاولت تظهر إنها موجودة. عصابة الشر لوحدها سهل القضاء عليها، انما عصابة الشر بتشتغل معاها سبع اجهزة مخابرات ودول بره بتمول وبتمد وكده. ودي اللي انت لسه كنت بتذيعي خطاب الرئيس، صحيح، اللي هو كان بيتكلم فيه في الرياض في حضور الرئيس الامريكي. الرئيس بيتكلم بحط ايده على كل الجروح، مين اللي بيدرب دول، مين اللي بمول دول، مين اللي بيديهم الملاذات الآمنة، مين اللي بيديهم الأبواق الإعلامية، مين كل دي عمليات استفهامية، لا حاجات احنا عارفينها. يعني بقول لهم ان مصر عارفة هذا الكلام، ومصر درسها كويس. فالقوات المسلحة والشرطة على قلب رجل واحد بيعملون معا. التوقيت ليه؟ هو الرئيس ادى التوقيت ده في شهر ديسمبر اللي فات، فلما 3 أشهر ان يكون قضوا على الارهاب اللي موجود في سيناء. فلما نيجي نبتدي بايه؟ بجمع المعلومات. صحيح. نجمع المعلومات، عندي 3 أجهزة بيجمعوا المعلومات. المخابرات الحربية، المخابرات العامة، الامن الوطني. الثلاثة دول جمعوا لي وعملوا لي تقدير موقف وحطوه على الترابيزة امام القيادات المسؤولة. القيادات المسؤولة عرضت على الرئيس، واختير اليوم يكون بدء هذه العملية. فده بالنسبة للتوقيت. اختيار التوقيت توقيت مناسب بناء على معلومات دقيقة جمعتها المخابرات العامة والمخابرات الحربية والأمن الوطني، وقدموا يعني التصور من وجهة نظرهم، وبناء عليه تم إعداد الخطة بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة اللي هي جارية اليوم. والشرطة قامت بجزء مع اللي ضربت حسم النهاردة، موتت منهم 3، وظبطت 14 عنصر من العناصر ومجموعة من الأسلحة والذخائر. في إدارة أمن المواني في الشرطة بتشتغل مع حرس الحدود في حماية الوطن من الخارج.